نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الثلاثاء 27 أيار 2014. وفي اليوم الثالث على شغور رئاسة الجمهورية بدأت تظهر التداعيات على سير عمل المؤسسات الدستورية، خصوصا مجلس النواب، حيث من المفترض أن تعقد اليوم جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكنها يبدو أنها ستتأجل، أولا لعدم التوافق بعد حول السلسلة وأرقامها، وثانيا لأسباب تتعلق بحق مجلس النواب بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وهذا ما تحفظت عليه قوى 14 آذار وتكتل التغيير والإصلاح، ونقول تحفظ حيث ترك المجال لعقد جلسات تتعلق بالضرورة المرتبطة بمصلحة الدولة العليا ورعاية شؤون المواطنين من دون أن يعني تتحدد المواضيع، ولكن يبدو أن أبرز السلسلة و قانون الانتخابات في حال يعني استمر الفراغ في موقع الرئاسي إلى أشهر، ويعني نرجو ألا يحصل ذلك. لذلك أيضا من الأسباب يعني لعدم التشريع هو حث مجلس النواب على الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، وقد دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخاب جديدة لرئيس جمهورية جديد في 9 حزيران المقبل. في أي حال اليوم أيضا يشهد اعتصامات وإضرابات تتعلق بموضوع السلسلة وبمطالب، إذن لكنها لا يبدو أنها ستلبى اليوم. سنتابعها مباشرة في حلقتنا التي نستضيف فيها سعادة السفير الدكتور عبد الله أبو حبيب مدير مركز عصام فارس. نهارك سعيد، أهلا صباح الخير في برنامجنا. يعني بلشنا هلأ مثل ما قلت بالبداية نشهد التداعيات يعني اللي بده يدفع كمان ثمن المواطنين أيضا. ما بعرف هلا قديش بعد مواطنين اليوم يعني عم بيسالوا فعلا انه وين انتخاب الرئيس، بوقت بدهم يشوفوا كيف بدها تمشي امورهم بالبلد. مهضوم الدكتور فارس سعيد اليوم هيك لفتني بموقف له، قال بكره ببلش المونديال وبيلتهوا الناس بالرياضه وبالمونديال وبينسوا انه عندنا مشاكل. في مشكله واحده بالمونديال انه البرازيل مش حاضره. مش حاضرة بعد ايه يعني، وفي مجموعة اعتراضات بالبرازيل حتى على كلفة المونديال بوقت انه الخدمات يعني للمواطنين ما مأمنة. رح نحكي نحن وياك يعني بهيدا الوضع العام، بس خلينا نروح على الطرقات لنشوف حركة السير لصباح اليوم، وبنبلش من نقطة جسر فؤاد الشهاب، يعني تحديد فؤاد الشهاب عند او التقاطع يعني على اوتوستراد جوني وضغط السير باتجاه بيروت. ثم عنا الدورة كمان ضغط مكمل باتجاه الكارانتينا، وكمان يمكن بسبب جلسة لمجلس النواب اليوم والتدابير وهيك بصير في عجقة بوسط المدينة، وعم نشوف يعني في ضغط باتجاه الصيفي على ساحة ساسين حركة سير عادية، كمان الحمرة حركة سير عادية، طريق المزرعة كمان مقبول السير، طريق المطار يبدو في ضغط باتجاه كمان وسط المدينة، وصيدا حركة نشطة. يعني برأيك من يعني اليوم هل في مسؤولية يعني ممكن أن نحملها لأي جهة أو أي طرف أو أي كان بموضوع الوصول إلى ما وصلنا إليه، إلى تخطي هذه المهلة الدستورية والدخول في مرحلة الشغور والفراغ؟ لا، ما فيك تحملي على حدا. ليه؟ إذا بناخذ الرئاسي، انتخابات الرئاسي لغاية انتخاب الرئيس رنم عواد، نعم، مين كان يرجح الكفة دائما؟ المسلمين. ما عادش في مسلمين، في سنة في شيعة، في مسيحيين مقصومين. نعم، المسلمين مقصومين. مش ما بنقدر بالنظام الحالي لانتخاب الرئيس، بالآلية الحالية لانتخاب الرئيس، ما بتقدر تنتخب الرئيس. ما قدرنا سنة 2009، صار في اتفاق اقليمي دولي على الرئيس سليمان. نعم. وهلا ما رح تقدر الا يعني مثل ما امبارح قال عماد عون، يعني عندنا 20 سنة نعمل جلسة انتخاب رح نحصل على نفس النتيجة وما رح يطلع رئيس. هيدا الشيء كمان. بس هون حق يعني لمح إلى هيك تحميل وليد جنبلاط المسؤولية يعني عبر ترشيح ايه حلو يعني. ايه انتبهت لها. ايه. لكن كمان ولا مرة بالماضي لغاية رنا معوض كمان ولا مرة انتخب رئيس الا يعني عقد جلسه الا ما كان طبخه
حاضرة. هلا بسنة 2007 واليوم جلسات لأن في ضغط على الرئيس بري، هيدي من هالجهة هيدي من الجهة، إنه اعمل جلسة، بنعمل جلسة، بس ما بنطعمي هالدعوة للجلسات. ليه؟ لأنه معروف الطبخة مش حاضرة. لما تكون الطبخة حاضرة هو بيعرفها، يعني منه هو ربها يعني بهالشيء. بس بيعرف. على الأقل يعني نثبت إنه الطبخة مش حاضرة، يعني إنه يحضروا معروف ويطلع النتيجة مرة واثنين وثلاثة هيك، ويقولوا ساعتها إنه مش عم يمشي الحال، خلينا نشوف شو ما نعمل ونفتش على بدائل. لا معروف يعني انه مش عارف يمشي الحال، يعني ما بدها عقد جلسة ومشي الحال منا خطيئة يعني شكلا، يعني شكلا مش الحال احترام الدستور. بس ما انه ما فيها يعني ما بتقدم متأخر، ما بتقدم متأخر، هيدي معروف النتائج من قبل يعني. فلهيك انه إمكانية انتخاب رئيس بوقت الحاضر. بس كمان يعني في فريق عم بيقول انه كمان اجواء فريق 8 اذار بتقول انه من الاسباب يعني كمان عدم الحضور الى جانب انه ممكن مرة تطلع نتيجة، خايفين وقالوها انه خايفين انه يزمط حدا اذا امنا النصاب، يعني بشكل غير متوافق عليه. اللي ما صارت بالجمهورية اللبنانية بعد مرة واحدة ما كانش معروف النتيجة، بس كان معروف اما هي اما هي. هو وقت ياسر كيس وسلامة فرنجية. طيب ممكن يحصل نفس الخبر لا يمكن يعرف شيء غير متفق عليه. وهي مزبوطة يعني، لانه التوازن بلبنان اليوم صعب لدرجة انه اذا ما طلع رئيس مقبول من الجهتين او من معظم الجهتين ما بعرف شو بصير. نعم يعني بصير في سلاح، بصير في ارض، بصير في كل شيء. اذا طلع ليش ما في تسليم باللعبة الديمقراطية؟ اللعبة الديمقراطية طلع رئيس بأكثرية زائد نص زائد واحد، صعب شوي. صعب شوي، مش عم بقول لك مستحيلة، وقلناها انه سليمان فرجي طلع بأكثرية نص واحد، لأن نص زائد واحد كون مقبول يمكن إذا ما فيها الانقسام العمودي، يعني في انقسام عمودي بالبلد هي وصعبة هيدي. لهيك الآلية انتخاب الرئيس غلط، بدها تغيير، كانت منيحة بس بدها تغيير. شو يعني بدها تغيير؟ شو لازم ينعمل؟ بده ينعمل خليط. ما راح اقول لك شو راح ينعمل لان عم بكتب مقالي بهالشيء، بتطلع نهار الخميس في السفير. هي عملنا هيك اشارات نحمس الناس ليقروها. انه بالبدايه يعطى مجلس النواب مده معينه لانتخاب الرئيس. انه بدك تعديل دستور يعني بدك طبعا 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 اي اليه جديده لانتخاب الرئيس بدها تعديل دستور. هيدي مش انتخابات النواب، انتخابات النواب ما بدها، هيدي قانون. اذا ما قدر مجلس النواب ينتخب رئيس بتروح الى انتخابات شعبيه غير مباشره. كيف يعني؟ كيف يعني؟ نحن بكسروان هون. نحسب قضاء كسروان عنده 5 نواب. نعم. انا وياك نزيد ضد بعض، انت فيك تنزلي كسروان؟ فيك تنزلي؟ شو مبدئيا يعني؟ مبدئيا بنزلي مارونيه يعني؟ جوزي ماروني بركي بزمطها. اللي بيربح كسروان بياخذ 5 اصوات. هيدي طريقة أمريكية بس غير شكل، ما في مندوبين. اللي بيربح المتن بياخذ 8، اللي بيربح طرابلس بياخذ 8، وهلا مجرى. اللي بيربح أكثر بيطلع. هيدي طريقة شعبية بغير مباشرة، يعني مش الشعب بلبنان بقرر، الشعب بالأقضية بقرر، وحسب التقسيم النيابي اللي جاي من الطائف اللي بيقول 50-50 لتقسيم النواب. بس ما رح نوقع بنفس النتيجة برأيك؟ ما زي الشعب مقسوم مثل السياسيين. لا ما معقول. بده يطلع 64 ماكسيموم هيدي بتقدر تطلع فيها، الأكبر سنة بيطلع. أوف. بس كون عم تعمل انتخابات شعبية أنت. بس هيدا بده تغيير نظام كامل يعني. بده تغيير نظام كامل طبعاً. ويعني بدك تفوت هيدي اقتراح. بدك تفوت بتعديل دستوري كامل طبعاً. يعني وهيدا كل شيء بده تعديل. هيدا بده كمان يعني إنه رئيس الجمهورية طرح يعني مجموعة تعديلات صغيرة تتعلق بصلاحيات الرئيس، الرئيس بري بده هيدا 4 مؤتمرات تأسيسية بقى، اقتراح من هالنوع بده 10 يمكن. لا لكن كل شيء بيتفقوا عليه بنعمل بدقيقة، بس ما بدك يتفقوا تا ينعمل. هيدا النظام حتى معظم النظام اللبناني عمل إلى ما قبل الـ2000 يعني كان عظيم وماشي، حتى مش كله ماشي كان، يعني سنة 75 صار عندنا حرب 15 سنة. هلا بده تغيير حتى يتعاصر مع الـ2000 مع سنة الـ2000 وكذا، ونحن بالـ2014 ما عشت بالـ2001، تغييرات جذرية بالمنطقة وما تغييرات بنت سنة وسنتين بتخلص. نعم بدها، ودوليا كمان
فبدك انت تتكيف مع هالتغيرات هيدي وتعدلها. ما عم بقول بتعدلها بالطريقه، بس بتعدلها بطريقه انه ينتخب الرئيس بطريقه حاسمه، مش انه نتركه والله حتى يجتمعوا على ذوقه، لا، ينتخب الرئيس بطريقه حاسمه. بجوز واحد يقول ماما، بس كمان هون بالطريقه الحاسمه، يعني كمان الجدل اللي داير اليوم حول يعني دور مجلس النواب، هل لازم يحضروا ام لا؟ ايه لا، مش بس يعني هل هو هيئه تشريعيه بعد 25 ايار او هو يعني هيئه ناخبه، كمان هذا الجدل اللي قائم اليوم، لانه يعني انه ليش بدها توقف يعني دوره كهيئه ناخبه وفقط بعد 25 ايار، بالعكس بتصير الحاجه ملحه الى ان يكون فقط دوره هيئه ناخبه للاسراع في انتخاب رئيس جمهوريه ولحث جميع الاطراف على التوافق، يمكن حتى لانه البلد بينشل. مش تقريبا بالطريقه، وقلتيها بالمقدمه انه اليوم ما في اجتماعات لمجلس النواب، مش ما في، يعني معظم النواب يبدو بالاتجاه انه اذا ما اتفقنا على شيء ما بنروح على المجلس، وقت بنروح بنروح تنصوت ونظهر، وهذا يقال عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء. مجلس الوزراء اليوم مثلا جلب الاعمال هو بيعملوا رئيس مجلس وزراء، نعم، بس باطلاع من الرئيس. من هو الرئيس اليوم؟ ال23 وزير الباقين هن الرئيس، هن الرئيس بده موافقه كل واحد منهم، والا ما في جدول. فلهيك بيتفقوا على شيء معين، بيطبخوا الطبخه برا، بفوتوا لجوا بصوتوا بيظهروا. يعني ما لازم تتوقف الدوله، انا معك ما لازم تتوقف الدوله، لازم تستمر. يعني اذا ما في عندنا رئيس، ما لازم يعني تستمر من دون رئيس على الحد. اقول لك اذا بس ما عندك رئيس مش معناتها لازم نروح. اليوم الدستور قال انه مجلس الوزراء مجتمعا هو بحل محل الرئيس، مش معناتها انه حلو انه ما يكونش عندنا رئيس عندنا مجلس وزراء، لا، مجلس الوزراء ما رح يجتمع اجتماعات طبيعيه بقى. نعم. يبدو ذلك. انا لانه في قوى يعني اساسيه ومسيحيه ما رح تسهل، مسيحيه واسلاميه ما رح تسهل هالموضوع، مزمن. يعني لانه بالاخر بدها تدفع باتجاه انتخاب رئيس. طبعا وخاصة المسيحيين، قوى طبعًا. المسيحية تحديدا يعني هي اللي بتكون أكثر شيء يعني متضررة. وامبارح عبر عنها العماد عون، يعني قال إنه الشغور في موقع الرئاسة يعني غياب الميثاقية، صح، ويجعل من شرعية أي سلطة مشوبة ومنتقصة. صح صح. إنه ما اللي هيك يعني حل محل الرئيس ال24 او مجلس وزراء مجتمعا، مش هي الدستور انه في محل الرئيس قوي، يعني نعم. بالدستور اللبناني وبوجباته وبوظيفته. بجوز الـ يعني الدستور مش او انه والله راحت اسم من صلاحياته وبده تعديل، ما في خلاف عليها، بس بعد عنده قوه موجوده اللي ما بحل محلها الا. مشان هيك الدستور واضح انه مجلس النواب يعني يلتئم لينتخب رئيس جمهوريه فورا فورا، يقول الدستور، ومن دون انه يكون من دون انه يقوم باي عمل اخر قبل انتخاب الرئيس. ما بقول هيك، ما بقول بالتفصيل من دون عمل اخر، يلتئم فورا لانتخاب الرئيس. وما بقول انه ما بيعمل عمل اخر. بلا بيقول، هلا النص منه معي بس بيقول، يمكن مش بهيدا التعبير، ولكن بيقول انه بس حدا عم يسمع بخبرنا. ايه لا يعني ما بعرف، لكن لازم تجيب معي، لازم خليه معي. هيك معناتها ما في شرع بالمره، بس ما هيدا الجدل، ما عم يكسر يعني ما هيدا الجدل اليوم. هلا هو مش قصه على التشريع، القصه كيف يعني مختلفين، انه معتبرين انه مجلس النواب هو هيئه ناخبه بعض، انه والرئيس بري متسلح بجمله وردت ببدايه الماده اللي بتقول مجلس النواب الملتئم، يعني معتبر انه اذا ما كان ملتئم منه هيئه ناخبه، يعني بس يلتئم انه اذا كان ما ملتئم لانتخاب الرئيس فقط في هذه الجلسه ليشرع، بس اذا التئم مشان شيء ثاني بيقدر يشرع. هذا الخلاف، هذا الخلاف. ويبدو انه الكل متفقين عليها هيدي التفسير الرئيس بري. الخلاف هو هل ينعقد دائما ويعمل مناقشات ام لا. هلا معظم الكتل صارت تقريبا متفقه انه بس لموضوع الضرورات، يعني يعني اذا اتفقنا على قانون الانتخابات، اذا اتفقنا على سلسله الرتب والرواتب، اذا اتفقنا على اي شيء ثاني بنروح نجتمع وبنقرر. نعم نعم، مش نتفق برا.
على كل حال مثل ما قلت يعني اليوم مفروض يكون في جلسة، هلأ بنشوف أجواء جلسة بعد شوي إذا كان رح تحصل أو لا، أو شو أجواء النواب، ولكن في بنفس الوقت اعتصامات وإضرابات، خصوصا اعتصام للموظفي الإدارة العامة أمام وزارة التربية، اعتراضا كمان على موضوع السلسلة. رح نتابع شوي مباشرة مع الزميل مارون نصيف الموجود في ذلك المكان. مارون صباح الخير. صباح الخير دولي لك ولضيفك وللمشاهدين. صباح الخير، شو عم بيصير مارون امام وزاره التربيه؟ دولي كما ترون هناك العشرات من موظفي القطاع العام تجمعوا امام وزاره التربيه هنا في اليونسكو للاعتصام تزامنا مع جلسه مجلس النواب المفترضه اليوم لبحث سلسله الرتب والرواتب. هم يعرفون ان هذه الجلسه لن يتامن نصابها، وبالتالي لن يتم اقرار سلسله الرتب والرواتب اليوم. جاءوا رافعين شعارات بعد 3 سنوات وعود اعطونا زياده دوام بدل زياده راتب، اولاد للبيع اولاد للاستثمار، لانه دوام الماما للساعه 5 صار. هناك اكثر من كلمه، بدات الكلمات، نبقى الان مع موظفي القطاع العام. بدايه اتوجه بالتحيه الى جميع وسائل الاعلام مرئيه مسموعه ومكتوبه لمواكبتها وتغطيتها تحركات هيئة التنسيق النقابية، وألف تحية وتحية إلى جميع الموظفين والعاملين في الإدارات العامة على وقفتهم الجريئة وانتفاضتهم التي تحولت إلى معركة للمطالبة والدفاع عن الحقوق. هل يجوز أن تبقى موظفي رواتب الموظفين والعاملين في الإدارات العامة مجمدة لمدة 15 عاماً ولا من يسأل كيف يتدبر هذا الموظف أمره بهذا الراتب المخجل؟ هل يجوز أن تبقى حقوق الموظفين رهينة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان من 3 سنوات وحتى تاريخه والخير لقدام؟ هل يجوز بعد كل هذا الانتظار أن تحصل كل القطاعات الوظيفية على زيادة في الرواتب من دون زيادة في ساعات العمل إلا الموظفين والعاملين في الإدارات العامة؟ نحن لم نكن يوما هواة إضراب ولا هواة اعتصام، لكن التجارب علمتنا أن من لا يضرب عن العمل مطالبا بحقوقه يبقى منسيا، وحتى لو كان يمضي أغلبية وقته بين جدران مكتبه ينجز معاملات المواطنين. علمتنا التجارب. أنا أطالب، إذن أنا موجود. نحن موظفي الدولة، نحن مرآة الدولة، ولا نريد أن نعكس إلا صورة متألقة لهذه الدولة. نريد أن نعيش بكرامة، نريد أن نقوم بواجباتنا تجاه الدولة وتجاه المواطنين، محصنين بنظام وظيفي عادل يعطي لكل ذي حق حقه وعلى كل المستويات. لكل ذلك وقفنا هنا اليوم لنؤكد على حقنا بزيادة عادلة في الرواتب تعادل نسبة التضخم من العام 98 وحتى تاريخه، الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في الإدارات العامة، المساواة في التقديمات الاجتماعية مع باقي القطاعات، ورفض زيادة ساعات العمل. نوجه نداءنا وتحيتنا لدولة الرئيس نبيه بري والذي ما عهدناه إلا مدافعا عن أصحاب الحقوق على مساحة هذا الوطن، ونقول له نحن أبناء هذه الدولة وأبناء هذا الوطن، نرفع إليك ظلامة جميع العاملين في القطاع العام وبشكل خاص الموظفين والعاملين في الإدارات العامة والذين يعانون من غبن تاريخي بالرواتب والتقديمات الاجتماعية. حقوقنا أمانة بين يديك. عشتم، عاش القطاع العام وعاش لبنان. سلام أربيل للرئيس قدامك. بدون ياخذ راحتي شوي، بس مش هياخذ راحتي هيك قرب. بدي بلش كلامي نحكي باللغة العامية، مش عم يفهموا علينا بالفصحى، بركة يفهموا بالعامية. بدي بلش كلامي بتوجيه التحية اليوم إلى كل الموظفين الإداريين
المضربين في كل المناطق اللبنانية في السرايات والقائم مقاميات وفي كل الإدارات المركزية، الموظفين الإداريين الذين لن يسكتوا عن حقوقهم، الذين راهنوا على تعبهم ومللهم ولكنهم لن يتعبوا ولن ييأسوا ولن يملوا، وسيكملون المسيرة حتى بناء إدارة فاعلة متطورة خالية من الفساد والفاسدين. لن يتخلوا عن حقوق الموظفين الإداريين في رواتب عادلة منصفة ترفع الغبن عنهم وتساويهم مع باقي القطاعات الوظيفية. 3 سنوات لم تكفيهم بحثا وتمحيصا ودرسا، من لجنة حكومية إلى لجنة حكومية ومن لجنة نيابية إلى لجنة نيابية، حتى عادوا اليوم إلى موالهم القديم ليقولوا نحن بحاجة إلى لجنة جديدة لإعادة درس السلسلة ودرس تمويلها. وما هذا الكلام إلا فصل من فصول الجديدة لمسرحية سلسلة الرتب والرواتب، وما هي إلا دلالة أخرى على أنهم لا يريدون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا يريدون إعطاءنا حقوقنا بتصحيح رواتبنا التي فقدت قدراتها الشرائية على مدى 18 عاما. نريد إعادة القدرة الشرائية لرواتبنا التي كانت في سنة 96. نحن نطالب بتصحيح رواتبنا، مش عم نطالب تعطونا زيادة على رواتبنا. ونقول لكم ابعدوا موضوع سلسلة الرتب والرواتب عن تجاذباتكم السياسية ومصالحكم السياسية وطموحاتكم. هذا موضوع وطني كبير بامتياز يهم الذين يدافعون عن أمن البلد، عن أمنكم واستقراركم، يهم الذين ينجزون معاملاتكم، يهم الذين يعلمون أبنائكم. هذا موضوع وطني كبير ويفترض بكم أن تضعوه خارج انتخابات رئاسة الجمهورية. هذا موضوع استثنائي، نطالبكم بالنزول اليوم إلى الجلسة التشريعية المعدة لدرس ونقاش سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها، وأنتم تتهربون بحجج مختلفة. نحن نقول لكم في هيئة التنسيق النقابية وفي رابطة موظفي الإدارة العامة بأن تتحملوا مسؤولياتكم، هذه مسؤولية وطنية كبرى، عليكم أن تتحملوها وتنزلوا إلى الجلسات النيابية المحددة لبحث وإقرار السلسلة، وأن تقروا هذه السلسلة بما يؤمن حقوقنا، حقوق جميع القطاعات الوظيفية وعلى رأسهم حقوق الموظفين الإداريين بإنصافهم ورفع الغبن عنهم ومساواة رواتبهم مع باقي القطاعات الوظيفية العاملة في الدولة. وإذا لم تتعاطوا بمسؤولية مع هذا الموضوع الوطني الحساس ذو الصفة الاستثنائية لأنه موضوع وطني كبير، نحن نقول لكم في هيئة التنسيق النقابي وفي رابطة موظفي الإدارة العامة أنكم تدفعوننا إلى تجرع الكأس المرة، وسنذهب إلى شل الإدارات العامة وإقفال الوزارات في وجه الجميع وإلى تعطيل الامتحانات الرسمية. لن نسكت، لن نتراجع، لن نمل، سنكمل المسيرة حتى إقرار السلسلة. ونقول لكم كذلك بأن من يتحمل المسؤولية عن هذا، عن شل الإدارات ووقف الامتحانات الرسمية، هو أنتم الذين لم تقرروا حتى تاريخه. ألم يكفيكم 3 سنوات حتى تقروا هذه السلسلة؟ بعد بدكم وقت لحتى تدرسوا وتبحثوا وتقولوا بدنا نجيب وردات ومنا نأمن ومنا ندرس الأراضي تبع السلسلة. كفى وكفى وكفى، فلتتحملوا ولو مرة مسؤوليتكم التاريخية وتقروا هذه السلسلة. نحن
أول من كان وأضرب وتظاهر في هيئة التنسيق النائبي وفي الرابطة من أجل تفعيل دور المؤسسات الدستورية في البلد من رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي إلى الحكومة، أضربنا واعتصمنا من لنطالبكم في حينه بتفعيل دور المجلس النيابي وبتشكيل حكومة، وأنتم من قلتم أنه إذا حصل بعض الفراغ في انتخابات رئاسة الجمهورية فالحكومة التي شكلناها هي حكومة تستطيع أن يقوم بهذا الدور. كفى حججا واهية، انزلوا إلى الجلسات التشريعية ولا وقروا سلسلة الرتب والرواتب، ولا تضطرون إلى اتخاذ قرارات أكبر من شل الإدارات العامة ووقف الامتحانات الرسمية، ربما تصل إلى إعلان العصيان المدني في كل الإدارات والوزارات وفي كل الأماكن. يعطيكم العافية. يلا رح اطلع انا لف. فينا نبلش؟ سوف اتوجه بسؤال الى الشعب، الى نوابه ومن يمثله في المجلس النيابي، ما هو السبب الذي يمنع ممثلي الأمة من عدم حضور جلسة تشريعية تقر لقمة عيش الموظف المشحوط؟ إذن عم نتابع مباشرة الاعتصام الحاصل أمام وزارة التربية، وطبعا كله بموضوع سلسلة الرتب والرواتب اللي لن تقر يعني كما يبدو اليوم. كنت عم تقلي شيء تعليقا سعد سفير على الموضوع، أنه عم يتوجهوا لمين يعني اليوم؟ وين ما في دولة يعني تقريبا مجلس النواب ومجلس الوزراء تقريبا تصريف أعمال تنينتهم، بس اتفقوا على شيء بمشوه تقريبا يعني، ومصاري الدولة ما في يعني. إذا بدهم، إذا الدولة بتعطيهم مصاري بدها تتدين. نعم. مين ما عم يدفع الدين؟ ما عم بقولوا ما لهم حق باللي عم يعملوها يعني. بس كمان يعني أنا بفهم الأستاذ ما عنده، بس الدولة خلينا نكون واقعيين بيناتنا، كلها فساد فساد. الناس بتقول دايما أنا ما عندي معطات مع الدولة، ما بقدر أقول لك لا، بس اللي بتسمعيه كلها فساد فساد. طيب هل أنا مع توقيف الفساد وأعطاء هالمصاري اللي بتروح للدولة اللي بتروح لقالوا للدولة؟ أي بس كيف ما وقف فساد؟ عكو حال بعد في كلمة بدنا نستمع لها للأستاذ حنا غريب اليوم طبعاً. بهذا الاعتصام نجم دايما هالاعتصامات وبنرجع الوقت اللي كان مفترض أنه المجلس النيابي ينعقد لإقرار حقوق موظفي الدولة، أساتذة ومعلمين ومتعاقدين وأجرة ومياومين، يقر هالحقوق. اللي حصل اليوم انه المجلس النيابي ما انعقد، اللي حصل اليوم هو مقاطعة لحقوق الناس، لأمور الناس، لوجع الناس، لفقر الناس. الناس ما بيتقاطعوا، موظفي الدولة ما بيتقاطعوا، لأنه موظفين الدولة هن الدولة، وما في دولة بدون موظفي الدولة. حجتهم أنه هن ما بيعملوا الجلسة إلا ما يتفقوا على أرقام السلسلة، ولذلك عم بيوجهوا لنا رسالة انه يا اما وقت اللي نحنا منختلف مندفعكن التمن، يا اما وقت اللي منتفق منتفق عليكن، وبالحالتين جايين نضربكن. هذه الرسالة وصلت. انتو فكركم تحاصرونا، انتو واهمين، انتو غلطانين. هيئة التنسيق النقابية
ما بتتحاصر. هيئة التنسيق النائبية هن الناس، هن 14 أيار النقابية، هن ألوف الناس اللي نزلت، هن اللي بيحاصروا، هن اللي بيحاصروا واللي ما بيتحاصروا. فهموها كتير منيح، فهموها كتير منيح. الحقوق بدنا إياها ومية وواحدة وعشرين بالمية، ونحن مش عم نتسلى، نحن مش عم نلعب بالشوارع ثلاث سنين، نحن كنا عم نناضل ثلاث سنين بالشوارع. وإذا فكركم بعد ثلاث سنين نرجع لورا، هيئة التنسيق النقابية ما بتعرف ترجع لورا. هيئة التنسيق النقابية على موقفها ثابتة ما بتتغير، هو هو الموقف. ادفعوا الحقوق لكل القطاعات 121%، دفعتوا 45%، كفوا الباقي وللآخر نحن ماشيين ومش حنتراجع، وهو الزمن آتي وحتعرفوا الموقف. وهيئة التنسيق النقابية بتحاصر وما بتتحاصر، وفهموها كتير منيح. نحن أوصينا للجمعيات العمومية الموقف اللي امبارح أعلناه باللقاء النقابي التضامني، بتسموها مقاطعة التصحيح وأسس التصحيح، سموها بتسموها مقاطعة الامتحانات الرسمية كلها سوا من ألفها لياءها، أسئلة وامتحانات ومراقبة وأسس تصحيح كمان سموها، وبتسموها شل الكامل للقطاع العام، للوزارات وللإدارات وللسرايا الحكومية بالأقضية والمحافظات، لك كمان سموها، لك بتسموها حالة تمرد، لك سموها، سموها ما شئتم. هيئة التنسيق النقابية ما بترجع لورا وإيدها فاضية. هيئة التنسيق النقابية لا قدام، والحقوق هي هي ومية واحدة وعشرين بالمية. وبدنا نقلكن، بدنا نقلكن انه كمان انتو بتتحملوا مسؤولية، بتتحملوا المسؤولية الكاملة عن كل اللي عم بيصير. واوعى تفكروا انه بتقدروا تدقوا اسفين بيننا وبين التلاميذ وبيننا وبين الاهالي. نحن الاهالي ونحن التلاميذ لولاد ولادنا، ونحن راعيناهم ونحن اللي علمناهم ونحن الحريصين عليهم اكثر منكم. ولو ما كنا حريصين عليهم اكثر منكم ما بقينا ثلاث سنين بالشوارع ونحن عم نناضل حتى ما نوصل للي وصلنا له. لذلك بنقول في مسؤول يتفضل يعطي لهالتلميذ ولهالاهالي حقوقها بالشهاده وبالمراقبه بكل شيء. اذا في مسؤول يتفضل، عم بيتحالف مع حيتان المال، يجيبوهن يراقبوه، يجيبوهن يعملوا له للامتحانات الرسميه. الناس ما بتنفك، الناس معنا، الناس عم نحكي بوجعها. وللاهالي بنقول لهم كمان نفس الشيء، نحن مثل ما نحن حريصين على حقوقنا، حريصين أكثر فأكثر على حقوق أولادهم بالشهادة، وكرمال هيك بقينا ثلاث سنين. صبر أيوب، أيوب ذاته ما صبروا. لكن نحن مثل ما في 100,000 تلميذ بده شهادة، في مليون إنسان بده ياكل. تفضلوا طعموا المليون وأمنوا 100,000 شهادتهم. يا انتو حكومة ويا انتو مجلس نواب ومسؤولين، ومية وواحدة وعشرين بالمية وبأسرع وقت ممكن. هلا توصيتنا معروفة بالرب تعليم السنوي وبهيئة التنسيق النقابية، الجمعيات العمومية عم تنعقد فيما يتعلق بمقاطعة وشل القطاع العام كله من الامتحانات لموضوع الوزارات والإدارات كلها سوا. عمال بتتناقش و عم بيتصوت عليها، ونحن قرارنا مثل ما بتقول الجمعيات العمومية. نحن ما مننزل قرارات من فوق،
نحن منطلع قرارات من تحت من هالشعب، لأنه تينزل 100,000 أو 100,000 و200,000 مصوتين، وبالأرقام وحنفرجيكم إياه هون اسم واسم وعلى المحاضر وبكل مدرسة وبكل سنوية وبكل مؤسسة رسمية. نحن من هالشعب، من هالوظيفة العامة، من هالآليات الديمقراطية عم نشتغل. ما في شيء قرار فوقي بينزل على القواعد. هيدي وحدة. اثنين، في عندهم مهلة من هلا لسبعة الشهر، يتفضلوا يقروا الحقوق. امبارح كانوا عمالين بيجتمعوا، عم يجتمعوا كرمال البحث بملف السلسلة، بركي بيتفقوا. نحن منقلن اتفقوا على إقرار الحقوق، لا على ضرب الحقوق، نعم لإقرار السلسلة التي تضمن حقوق كل القطاعات ومن دون استثناء، ولا لسلسلة تضرب الحقوق. إلى مزيد من التصعيد، إلى مزيد من التصعيد، والوقوف إيد وحدة، هيئة التنسيق النقابية وحدة، حتى فرض إقرار السلسلة من هلا لسبعة حزيران. شكرا. إذا بعد ما استمعنا إلى الكلمات التي ألقيت في الاعتصام أمام وزارة التربية لموظفي الإدارة العامة، رح نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع نستأنف الحلقة نحن وياك سعادة السفير. نرجع نحن وياك سعد سفير. يعني نحن بهذا الوقت 10:30، يعني قطع الوقت، مفروض كان هو موعد انعقاد الجلسة بمجلس النواب، ويبدو أنه حتى الآن لم تنعقد. على كل حال بالأجواء اللي لحديت هلأ متوافرة أنه صار في حضور يعني لعدد من النواب الكتل، ولكن ليس لعقد الجلسة. مثلا خاصة النواب تكتل التغيير والإصلاح مثل ما وردني أنه نزلوا، ولكن أنا إبراهيم كنعان قال أنه ما رح يحضروا الجلسة. إذا يعني بلشوا نقول يطبقوا هذه السياسه اللي يمكن رح تعتمد بالفتره المقبله من اجل مقاطعه يعني اي جلسه لمجلس النواب لا فعلا تهدف الى انتخاب رئيس جمهوريه ولا تكون. معناتها ما في مقاطعه للرئيس بري ولا مجلس النواب، لكن ما في شغل الا ما نكون متفقين بغياب الرئيس، بغياب وجود رئيس للبلاد يعني. بس موضوع الميسائيه يعني بتوافق على قصه انه غياب رئيس جمهورية مس بالميسائية يعني إذا بتستمر ونقعد نشرع وكأنه لم وكأن شيئا لم يكن. إيه يعني في رئيس له يعني له وزنه، لازم يكون له وزنه، لازم يكون عنده تدخلات. فإذا يعني بنشرع عادة تجاهل لموقف لموقع طائفي، إذا مجلس معين. الوزراء مشي عادي ومجلس النواب مشي عادي، إنه خلص شو بنقدر نعيش من الرئيس. فترة الشغور سعاد سفير والله بصيفية هي، يعني في تسابق اليوم ما بين انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس النواب. نعم، لأن أحد الأشياء اللي هالكتلة كمان ما بدي إياها يبدو أنه تمديد آخر لمجلس النواب. معناتها الانتخابات بتكون يعني هي 20 كانون الأول، لا سوري 20 الأول. إيه، فبذاك الوقت أو قبل بشهر بيقدروا يعلنوا أو يطلبوا مجلس نواب. فمش معروف يعني انتخابات مجلس نواب، هل في اتفاق على قانون جديد؟ هل بنمشي بالقانون الحالي؟ ما هي التحالفات؟ كيف بتكون التحالفات؟ كلها الصعويصة كلها عم تتكون. طب بس بهذا الوقت يعني هون يعني كمان لانه كل اللي انقال يعني انه بعد 25 ايار رئيس بري وقت قال تحديدا انه بعد 25 ايار سيكون دور الخارج، سيتدخل الخارج من اجل انتخاب رئيس للجمهورية. قديش اليوم الخارج رح يتدخل برأيك؟ يعني امبارح مثلا منسق الأمم المتحدة بلبنان ديريك بلامبلي أصدر بيان باسم مجموعة الدعم الدولية لبنان، دعت فيه لتكثيف العمل من أجل ضمان انتخاب رئيس في أسرع وقت وتجنب شغور مطول. وين حكى بانكيمون حتى يعني الوزير السفير الأمريكي هيل حذر من التطبيع مع الفراغ. هل سيكون للخارج والمجتمع الدولي دورا في دفع الافرقاء والاطراف يعني كل السبتيون كانوا عم يحكوا قبل 25 كمان كان ذات الفكره فيها. الامريكان مثلا ما بدهم فراغ،
بيزعم الفراغ يؤدي الى احتكاك سياسي فامني فعسكري. ما بدهم اياها، بدهم استقرار بلبنان والدول الغربيه كذلك الامر، وحتى روسيا والصين بدهم ذات الشيء. رح يدفعوا اكثر طبعا، اذا بيدفعوا اكثر. المره الماضي حكيتي عن السفير بلامبلي، يقال انه هو لعب دور اساسي الى جانب بقيه السفراء طبعا بتغيير النظام بتاليف الوزاره. نعم. هو راح على السعوديه، هو كان قضى 10 سنين بالسعوديه سفير بريطانيا، بيعرف الكل هنيك، وانا انه لازم من مصلحته ومصلحته رفقه بلبنان انه تطلع الوزاره. طيب ليش ما قدر يلعب نفس الدور بموضوع رئيس الجمهوريه؟ بجوز ما بلش، ما راح يبلشوا الا بعد 25 تركينا اللبنانيه. طبعا حتى في يعني تأثير سعودي السفير الامريكي ديفيد هيل ما راح على السعوديه كمان قبل 25 ايار يعني. وما طلع بايده شيء. لا، لغايه هلا السعوديه ملتهية بحالها. يعني في تغييرات كثيره بالسعوديه، والناس اللي عم يستلموا هالملفات بعد ما تمكنوا منها يعني. طبعا القرار بالاخير هو بس للملك. زياره وقتها هيل يعني كان باي اتجاه؟ باتجاه يعني انتخاب رئيس او اتجاه طرح تمديد للرئيس سليمان وقتها؟ لانه سمعنا السيد حسن نصر الله عم بيقول انه المشروع، مشروع الفريق الاخر، كان التمديد للرئيس سليمان. علما يمكن هو بعده ديفيد هيل فريق اخر. اليوم ايران والولايات المتحده حتى اشعار الجنرال وديفيد هيل يعني مثلا في 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 حوار ما بعرف اذا كان شيء غلط يعني طرح هذا الموضوع، لانه لا بده انقاذ الوضع من الفراغ طبعاً. يعني نحن بنفشل للاسف، عندنا تحالفات خارجيه ونحن عم نفشل فيها، بده يدخل الخارج لانه الخارج بهمه الاستقرار في لبنان. بدنا نرجع نتابع بهذا الموضوع، قديش بيتدخل وكيف بيتدخل. حرام بده يدخل؟ بده يدخل في تدخل في من مجلس تاني. النواب مع الزميله ندى اندراوس عزيز اللي عم بتتابع. بعد ما طلع صوتك ندى ما سمعت شو قلتي. هلا بلشت اسمع. لا اقليمي ولا خارجي. تدخل محلي يعني من اهل البيت، فتي مع اللي اضربوا خطبات. بتطلعنا على الاجواء بساحه النجمه يعني، واكيد مثل ما عرفنا انه ما في جلسه، ندى خبرينا. طبيعه الحال يعني سلف معروف انه ما راح يكون في جلسه، النواب المسيحيين لن يشاركوا بهذه الجلسه، شفنا بس النائب ابراهيم كنعان وصل الى مجلس النواب، النائب جورج عدوان قال ما انه جاي للجلسه ولكن جاي يشوف الرئيس بري وبعدين راح يكون عنده تصريح. ولكن نواب حزب الله يعني الغريب هالمره نزلوا على مجلس النواب وقت اللي كانوا عم بيغيبوا عن جلسات اللي كانت تحدد لانتخاب رئيس للجمهورية. شفنا عدد كبير من هؤلاء النواب وصلوا إلى ساحة النجمة، لأنه بالنسبة إلى كتلة الوفاء للمقاومة هذا الموضوع يعني يجب أن يكون استثنائي، لا يؤخذ بالحسابات التي تتعلق بما يقال عنه الميثاقية والشغور الرئاسي. أما يعني النائب نوار الساحلي كنا سألناه عن سبب حضوره وإذا رح يكون في جلسة، قال أنه الرئيس بري لن يمس بالميثاقية، هذا عرف إذا غاب النواب المسيحيين. يعني هذه هي الصورة. طبعا عندنا نواب اللقاء الديمقراطي حضروا لمجلس النواب، ولكن الكل بانتظار إذا في أمل لعقد الجلسة، ولكن سلف يعني بنعرف أنه لن يكون هناك جلسة. مع النائب مروان حميدي، مرحبا سعادة النائب. يعني كنتوا دائما عم تجوا على مجلس النواب جلسة انتخاب الرئيس، اليوم مشان موضوع السلسة وهذا يعني ملف معيشي ضاغط، ولكن الجلسة لن تعقد طالما رأس الدولة شاغر. من الواضح أنه الجلسة لن تعقد، وإقبال النواب على المجلس إقبال شبه معدوم. يعني اليوم حاسين البلد فاضي والمجلس فاضي بالضبط الشعبي. والحقيقة أنا جيت أتفقد كمان هذا الجو، تشوف شو هو نبض المجلس تجاه موضوع دقيق جدا، الاستحقاق الدستوري انتخاب الرئيس أمر له أولوية مطلقة، الدستور واضح بهذا الموضوع. إلى جانب ذلك نحن عاملين حيز استثنائي للضرورة، وبتصور حتى العماد ميشيل عون امبارح أو تكتله أعلن كذلك أنه إذا في اتفاق بننزل. هلأ في لجنة بدها مبدئيا تجتمع بالرئيس بري، إذا ما في اتفاق ما رح نفوت نعطي هذا المشهد المؤسف اللي أعطاه المجلس من جمعتين في موضوع مناقشة عامة على السلسلة. إذن خلينا نحترم الاستحقاق الدستوري، نضلنا مصوبين عليه تننتخب رئيس، إذا في فرصة نحقق للناس
حقوقهم ونعطيهم سلسلة متوازنة وقادرة أنه ترضيهم من جهة وما تكسر المالية العامة من جهة تانية، لن نتأخر، معتبرين ذلك استثناء للضرورة وليس خرق للعرف الدستوري. ولكن التنين في جلسة، لكن العماد عون كان واضح بكلامه، ما في توافق، ما في رئيس قوي، ما رح يكون في انتخابات، وحدد سقف، يعني أنه في عنا قانون انتخابات، في عنا انتخابات نيابية، يعني المهلة مفتوحة. إذا بقينا بهالجو نكون صريحين، لا في رئيس ولا في سلسلة ولا في قانون انتخاب، واستطرادا ما في انتخابات نيابية، يعني نحن عم نلعب بالنار وما بيجوز، ما بيجوز. بدنا نرجع نلعب اللعبة الديمقراطية كلها، بدو ينزلوا على المجلس ويصير في دورة واثنين وثلاثة واربعة، واللي بالآخر بياخد ضمن نصاب التلتين الأكثرية المطلقة يطلع رئيس جمهورية. يعني ما في أنا أو لا أحد يسمح لنا العماد عون ما بيقدر يفرض على البلد، مثل ما فرض سنة 88 و89 تكلف أنه يترأس حكومة تنظم انتخابات، فرضت حكومته أو صارت نص حكومة وما نظم انتخابات. لكن امبارح العماد عون يعني حمل المسؤولية بشكل مباشر للنائب وليد جملاط من خلال ترشيح النائب أنري حلو، واعتبر ذلك أنه مرشح بعشر أصوات، الهدف منه منع وصول الأقوياء إلى الرئاسة. هلأ بنعرف أنه مش العشر أصوات معطلين النصاب بالمجلس، العشر أصوات عم بينزلوا على المجلس. التعطيل بسبب أنه يعني هيدا الأرنب أو المفاجأة اللي ممكن تصير من خلال تأمين النصاب. كمالة لغلطه الكبرى اللي قال فيها في ثلاثية الأقوياء، واللي هي كانت عم بتخبي مثالثة معينة واللي نفاها امبارح، بس انه تجي تحملي وليد جملاط وتسع نواب او عشر نواب التعطيل وهم يحضرون، فيتفضل يحضر ويطلع بخمس وستين نائب وساعتها كلنا منطلع بعبدة من هني. اما يجي يحمل النواب اللي هني عم بيحضروا عم بيأمنوا نصاب او عم بيحاولوا يأمنوا نصاب مسؤولية التعطيل، لا. هنري حلو مرشح يعني بمنتهى الدثامة والوطنية، نواب إذا ما بدهم إياه ما بينتخبوا، وإذا بدهم الجنرال ينتخبوا الجنرال، بس أنا ما شايف بدهم الجنرال، ماني شايف في أكثرية للجنرال. نشوف إذا في نصاب أولا ويكون في جلسة. أنا بدي أشكرك سعادة نائب مروان حميدي. فإذا دولي يعني هيدا الجو بمجلس النواب، السيناريو يمكن رح يتكرر وبطبيعة الحال الأسبوع المقبل بالجلسة التي حددت لانتخاب الرئيس، ويمكن كل جمعة منشوف ذات المسلسل بمجلس النواب. شكرا لك ندى، يعطيك العافية. شو تعليقك على سمعته؟ سمعته من البداية عن عمل المجلس وعمل، ما حكي عن مجلس وزراء بس هذا شيء يعني شيء متفق عليه. أنا شخصيا بشوفه أنه هو عبر عن رأي معظم الناس. قضية الانتخابات الرئاسية لا، أنا بشوف أنه منه جدي، لا ترشيح الدكتور جعجع جدي ولا ترشيح الأستاذ سوري حلو جدي. ليه؟ لأنه أنت من بعد ما تصير في انتخابات وتأخذ هالقدي خلاص انسحب حتى تشوف مجال للأخذ والرد. ما عم ينسحبوا اثنيتهم بعد موجودين، واثنيتهم عم بيعملوا كامبيني، عم بيعملوا حملات مشان انه يجيبوا اكثر. رح يجيبوا اكثر؟ طيب الجهة الثانية ما بدي اياهم، فلهيك بتعطل خليه ينسحبوا رسميا وساعتها بتبلش الأخذ والرد. انه بينسحبوا هن بيترشح العماد عون، العماد عون ساعتها ما بعرف اذا بترشح، لانه هو هيك هو عم بيقول انا مش رح اترشح بوجه سمير جعجع. واذا وعم بيحملون هن موضوع تطير النصاب ايضا، لا من خلال ترشيح الدكتور جعجع، يعني ما رح تزبق. بس امبارح بيقول شيء العماد عون، بيقول انه كمان يعني انه الرئيس المطلوب هو انه يكون يعني قوي، مش بس عند يعني مش انه الرئيس عليه ان يكون اولا ممثلا لطائفته ومقبولا منها وقويا فيها، وليس ان يكون مقبولا من الاخرين ومرفوضا من طائفته. صح. بس طائفته للعماد عون كمان نصها مش معه، يعني بيمثل النص، ودكتور جعجع بيمثل القسم الاخر من الطائفه، وهو قوي وتتوفر فيه الشروط اللي عم يحكي عنها نفسه العماد عون. ما عنده مشكله ينتخبوه، ما عنده مشكله ينتخبوه، هو ما راح ينتخبوه. هو راح ينتخبوا، وعبرها هيدي ببكركي. نعم. الوزير الفرنجي انه احنا ما راح ينتخبوا اذا بدنا نغيب عن جلسه اذا مرشح الدكتور جعجع في العمليه.
اثنيناتهم بيمثلوا اللي قلت عنه، اثنيناتهم بيمثلوا فيها، هيدي ما فيها شيء يعني. انا والرئيس جميل بيمثل كمان هالشيء، والوزير الفرنسي بيمثل هالشيء. طب بس اذا انسحبوا انري حلو وسمير جعجع يعني برايك شو بيصير؟ مين المرشحين ساعتها؟ ما بعرف، ما بعرف مين بيزل، ما بعرف مين بيزل جنرال. يمكن يترشح العماد عون وكمان ما يحصل على الاصوات المطلوبه، فنفس الشيء بنرجع بنوقع بنفس يبدو يعني لي. اكيد ولي جمله مش معلومات، يبدو لي انه جنرال عون في نوع من تفاهم مبدئي مش نهائي مع الرئيس سعد الحريري، منه تفاهم نهائي. الرئيس سعد الحريري معلق بالخارج كمان. مثل غيره، مش هو الوحيد عم بقول عنه، والخارج مش حاضر يعطي قرار. فالاشياء بدها تاخذ وقتها يعني. هي شيء اذا كنت اي واحد كان محل جنرال عون بيعمل حضرتك يعني مقتنع انه الخارج بمعنى اذا حصل اتفاق ايراني يعني ايراني امريكي ومن كمان وموازاته ايراني سعودي ممكن يسهل انتخاب رئيس جمهورية مثلا او حتى وصول العماد عون؟ انا ما بفكر رح بالوقت السريع هيدا المطلوب بلبنان رح يصير في اتفاق سعودي ايراني. يعني اذا اجتمعوا هلا قال تفضل اللي تفضل يجي، بس ما اجتمعوا بعد. نعم. واذا اجتمعوا عشو بيتفقوا؟ على العراق، على سوريا، على لبنان، على فلسطين، على اليمن، عشو؟ مش انا اعرف عشو بيتفقوا هن. انه ضبطوا الامور ماكسيموم بالخليج، بتضل السعوديه هيك تكون بس زعيمه الخليج. فما بعرف الحقيقه، في قيادات جديده بالسعوديه طالعه. نعم. وما بعرف اذا رح ترضى اما لا، وما عم شوف انه في شيء بيتفقوا عليه. ولغايه هلا الامريكان انه شيلين ايدهم من كل قضايا الشرق الاوسط مع ايران الا البحث بالملف النووي. وهيدي لما اجى الرئيس اوباما يبدو انه فهمهم اياها للسعوديه انه هيدا، ونحن ما بنعمل شيء من دون مشاوره حلفائنا بالمنطقه اذا بدنا نبحث مع ايران. بس شايلين ايدهم الى اي حد يعني؟ شايلين ايدهم لانه اليوم في اجواء كمان بتقول انه الاداره الامريكيه رجعت قررت يبدو انه دعم المعارضه مثلا بسوريا باسلحه مضاده للطائرات والى اخره، يعني بعدهم يعني بالموضوع السوري منهم منسحبين يعني. بدهم لغايه هلا يبدو لالهم انه الرئيس بشار الاسد ما عم يقبل يفاوض. بدهم اياه يحطوا ضغط عليه حتى يفاوض. بيعرفوا تماما انه لا بشار الاسد رح يقدر يسيطر على سوريا مره ثانيه، ولا المعارضه بتقدر تسقطه، معروفه. فبدك حل سياسي، طيب الحل السياسي بدك جهتين ترضى فيه. هلا مشكله الامريكان انه الجهه اللي معهم جهه ما عندها قاعده، ما عندها قوه، ما عندها وجود، فعم بيجربوا يساعدوهم يخلقوا لهم وجود. والسبب فيها انه دول الخليج راحت كل وحده تايد منظمه، مثل كانه هذه كثير المنظمات راح تسقط بشار الاسد. طلعت معكسيه، طلعت لصالحه هالشيء هذا. يعني مثلا يتهم انه هو مع النصره، هو عم يدعم، لا، دولة خليجية عم تدعم النصرة، ودولة خليجية بتدعم داعش، ودولة خليجية بتدفع جيش الإسلام، والله مجرى. إذا ما اتفقوا ما بحيطوا رح ينجحوا، رح ينجحوا بمفاوضات معه يعني في العملية. فلهيك إنه الأمريكان بهمهم إني لا، ما بحبوا للدكتور بشار أبدا، بس بهمهم هن إنه يتوصل إلى حل سياسي. يعني بدهم حل سياسي بسوريا، بيعرفوا إنه ما بيقدر، ما المعارضه لن تستطيع، وبيخافوا كمان انه المعارضه المتطرفه انها تنجح. يعني لكن بنوصل لاستنتاج انه الخارج لن يكون فعلا عنده الدور الاساسي في موضوع الانتخابات الرئاسيه اللبنانيه، يعني خصوصا انه اذا الخارج يهمه شغله وحده تبينت من خلال تشكيل الحكومه انه الاستقرار، وطالما هذه الحكومه موجوده وممكن يعني تقوم بدورها ما بعرف الى اي مدى محدود محدود اي بس ايه. انه طالما محافظين على الاستقرار لا مشكله. انا قلت لك كمان، ذكرت قبل شوي انه الغرب خاصه الامريكان خايفين انه الفراغ يؤدي الى احتكاك سياسي فامني فعسكري. نعم. لهيك ما بدهم ياخذوا هالريسك، وبدهم انتخابات باسرع وقت ممكن انها تصير. هيدي مؤكد انه بدهم اياها، والغرب كله ككل، وحتى ان الروس والصين بدهم هالشيء هيدا. لدرجه انه وقتها يعني انقال انه قبلانين حتى بالعماد ميشيل عون يوصل لرئاسه الجمهوريه. مش قبلانين هون،
الأمريكان في عندهم شيء بالدبلوماسية إذا عم يخوضوا حرب أو بالواقع يعني وما عم يربحوا بقول لك cut your losses إذا عندهم شركة وعم تخسر cut your losses يعني وقف الخسارة وفل يعني خلصت العملية. أنا وقت كنت سفير وهون من بعد ما ضرب المارين السؤال الأول إنه رح نربح الحرب أم لا؟ من دون ما نرجع لهذا الوقت إنه بالنتيجة الأمريكان بده يربحوا. نعم. طيب هلا صار لهم 8 سنين بتحالف بني فلتمان مش هيك؟ من سنة الخمسة لا 9 سنين لغاية ما إجا ديفيد هيل ما ربحوا. بده يفكروا بشيء ثاني. يعني التفكير القديم انه بدعم 14 أدار ما ربحوا بده يفكروا بشيء ثاني. لا مش ضروري مش ما بقول بده يتذكروا 14 أدار بس السياسه اللي تبعوها اللي هي اقصاء حزب الله واقصاء الجنرال كمان مع حل 14 أدار اللي يقال انه حتى فلتمان صنع 14 أدار وضلوا يديروا على الريموت كنترول بالاس ام اس. طيب خلص بعد 9 سنين خلص بدك تجربي شيء ثاني. نعم. هلا مش معناته تجربي انه رح يحكم مع حزب الله، ما بيقدر يحكم مع حزب الله، في قانون ضد هالشيء هيدا. لا انه ايه ليش لا بيحكم مع جنرال عون؟ ليش لا بيحكم مع الرئيس بري؟ يعني في كثير ناس بيحكوا مع القوميه، في كثير ناس بيحكوا بجوز يحكوا معهم بجوز لا، يعني حسب ما تكون الحاجه لهم. وبالفعل السفير هيل عم يمارس هالشيء هيدا اللي ما كانوا يمارسوه للسفير فلتمان ولا السفيرة سيسون ولا السفيرة كونالي ثلاثتهم يعني وقت الإجا وقت أعطي ديفيد هيل هذا المنصب هون كان التفكير بأمريكا أنه هل يكون عندنا ديفيد هيل فلتمان الرابع نعم. يعني بزي السياسة أما نبلش عن جديد لا قرروا يبلشوا عن جديد فالهيك في انفتاح على الجميع. بس هلا اليوم وين وصلوا برأيك؟ يعني هلا بعد ما قطعنا 25 لأنه يقال كمان حتى أنه اليوم بركي شافوا أنه ما في أمل لأي من الأقوياء بالوصول إلى رئيس جمهورية، يمكن يدفعوا باتجاه البحث عن اليوم عم ينحكى حتى مصادر 14 أدار للشرق الأوسط تقول مراجع دبلوماسية غربية وعربية بدأت تبحث في شكل جدي في اتجاه البحث بلائحة بكركي يعني ولا لا بكركي الأربعة إيه زياد بارود لا ميشيل عون سمير جعجع أمين جميل سمير فرنشي لا هيك اتفقوا بكركي ايه وإلا ما في بس ما عندها بكركي يمكن عنده لعنده أنا لا 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 ما بفكر أبدا أنه البطرك بيعمل زيت الغلطة اللي عملها البطرك سفير ايه سلفه يعني ما بيقدم يقدم أسماء يقدم أسماء ما يربح فيها. طب ليش عم ينحكى البطرك ليش اللي عم سمعته أنا إنه في بينحكى الجرايد اللي بتتنبأ يعني في زياد بارود في روجي ديب في دميان السقطار هن يعني مرشحي البطرك الحقيقي هاي جرايد بتحكي بس ولا طلعت عن لسان بطرار ولا عن لسان البطرك هيدي نعم. والبطرك اليوم موجود بعيد من هون يعني ما اظن عم بفكر بس رجع يعني ما راح يمكن يسكت وما راح يسكت انا معي بده الرئيسي ايه بس انا لا اعتقد انه البطرك سيقدم من مفهوم لبكركي مفهوم للبطرك سيقدم الى اعطاء اسماء ولمين بده يعطي اسماء؟ لمين بده يعطي اسماء؟ اذا كوشنير في عندك كان مرتين في عندك اول مره كان رفيق الحريري الله يرحمه سنة 1988 نعم. هو طلبه من البطرك وسنة 2007 كوشنير طلبه من البطرك ايه ما في اول شيء ما في حدا هلا يطلب ثاني شيء اذا ما تعلمنا مرتين من هلا بس هن بدون ما يطلبوا يعني هن اذا بدك اسماء معروفين انه قراب من البطريرك الراعي وممكن انه يعني ينطرحوا من طرحهم لانه عارفين انه كركي بترضى عنهم يعني كلهم فيهم خير والبركه وبكركي راضيه عن الاربعه كمان وبترضى عن ناس ثانيين كمان في العمليه مش انا ما عم بشك فيهم العمليه اللي عم بقوله انه بكركي ما عنده مرشح الا ان تقول انه عندي مرشح وبفتكر انه البطرك ما رح اقول انه عنده مرشح ما رح يغلط زاد الغلطه الغلطه سلفه. طب بس شو رح يكون ما بعرف اذا رح يكون في دور يعني في قبل ما يروح في ضغط قبل ما تفوز. قبل ما يغادر البطريرك الراعي الى الاردن والاراضي المقدسه كمان عمل اجتماع ماروني موسع نعرف كيف يعني كيف انتهى خلينا نتوقف على فاصل يعني ارجع تابع انا وياك يعني شو دور الموارنه اليوم غير القيادات الأربعة ممكن يكون لهم يعني بالموضوع ما مش لازم يكون
يكون لغير القيادات الأربع والأقطاب الأربع كمان؟ هون اجتمعوا بيقدروا يتفقوا على واحد؟ ما بعرف إذا بيقدروا يتفقوا على واحد بنشيل الأربعة. نرجع نتابع أنا وياك. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع سعد سفير عبد الله أبو حبيب. كمان بدنا نرجع على المجلس، يبدو إنه أعلن الرئيس برجي تأجيل الجلسة. ندى؟ أنت معنا من جديد؟ نعم فعلا، الرئيس بري أعلن تأجيل الجلسة وحدد موعد ثاني لعشر حزيران، يعني الثلاثة المقبل، يعني اليوم الذي يلي موعد الجلسة اللي حددها لانتخاب رئيس للجمهورية. كما سبق وقلنا عدد قليل جدا من النواب حضر إلى مجلس النواب، من النواب المسيحيين شفنا نائب جورج عدوان، النائب إبراهيم كنعان اللي قالوا أصلا أنه مش جايين للجلسة، النائب أصفان دويهي قال أنه بصفة شخصية أتى إلى مجلس النيابي لأنه يعني هو مع حقوق العمال بالأمور السياسية والوطنية، طبعا هو ينسجم مع مواقف تكتل التغيير والإصلاح، ولكن في هذا الموعد موضوع يعني أتى بنية الحضور. أتى نواب كتلة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، أتى نائب غازي يوسف من المستقبل، ونواب من اللقاء الديمقراطي، ولكن سلف يعني كان معلوم أنه الجلسة لن تعقد، مع العلم أنه الرئيس تمام سلام كان أيضا يعني موجود بمجلس النواب. إذا موعد جديد للثلاثة المقبل، على أمل لأنه طبعا إذا توفرت الظروف أكان لانتخاب رئيس الجمهورية أو عقد جلسة تشريعية لمناقشة وأقرار سلسلة ترتب والرواتب. تنشوف شو بتثمر الاتصالات. شكرا لك ندى، شكرا. يعني حصل ما كان اليوم متوقعا، نقفلت اليوم خلص. اللي نرجع لكان الحق على مورني انه ما بيتفقوا، ما بيقدروا يتفقوا، لان انا عم قلت لي ليش اذا اجتمعوا بيقدروا ان يتفقوا على رئيس على اسم مرشح؟ لمورني ولا مره من الاستقلال لليوم قدروا يتفقوا على رئيس او بيقدروا يتفقوا على رئيس. هذا شيء طبيعي انه مورني بدهم يجيبوا بعضهم، بدهم ينافسوا بعضهم، لان كل واحد مشروع رئيس، كل واحد مشروع رئيس. اوكي، فلهيك قلت لك لغايه الرئيس معوض سنة التسعين المسلم كان يطلع رئيس الجمهورية بشير جميل. ما كانش إسرائيل هون وعظمتها وقوتها، لو كان من الأسعد قال لا. اثنين من النواب، واحد من النواب وقال لا، ما كانش طلع، مش هيك؟ نعم. جابوا النواب بقوة وجابوا بضعف وجابوا بممالأة وإلى آخره، بس ما كان يعني لولا كامل أسعد هو بس اليوم تقال. بس اليوم لأنه المسلمين منقسمين عندهم مجال، عندهم فرصة المسيحيين، عندهم فرصة المسيحيين هن يجيبوا الرئيس. لا ما في تغيير، ما في إمكانية بانتخاب رئيس، لأن انتخاب رئيس بال65 نايب مناش مشروع عظيم يعني. إلا إذا حدا طلع من هون لهون أو حدا راح من هون لهون. هل بدها تصير هيدي؟ الخبر الوحيد بالبلد هو إنه في إمكانية اتفاق بين الجنرال عون والرئيس سعد الحريري. طيب، إنه ما في دور لبكركي برأيك بانتخابات الرئاسة يعني مثلا؟ في دور مهم، في دور مهم مورال يعني معنوي ودور قوي ودور حسن وحسن موارني وإلى آخره. اختيار الرئيس لا، ولا مرة بكركي من 43 لليوم اختيار الرئيس، ولكن يعني حسن الموارني يعني انه هلا الضغط عليه البطريرك الراعي واضح موقفه انه بموضوع انه يجب نواجب هذا حضور النواب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس، ويبدو انه مستاء من موقف تكتل التغيير والاصلاح يعني بهذا حق فيها. بس باللجنه السياسيه ما صارش هالاتفاق، ما صارش اتفاق ابدا. يعني كان في معارضه من ممثل مردا، ممثل مردا كمان كان في معارضه من ممثل العماد عون، كان الوزير جيساتي ما تبين يعني حتى نايب سامي فرنجيه ما بيقول انه هن انه خلينا بيقول ام حدا بال وزير يوسف التسعادي هو اللي تحفظ يعني ايه. بس ما لا بس لا صار في كنا بالجلسه اللي صار يومتها انه خلينا ما نحطها بحدا، قال خلينا ما نحطها بسلبيه، بنحط حفظ وكذا، كانت معارضه قويه. وحتى الوزير فرنجيه باجتماع القمه الثلاثه قام قال انه انا مثلا اذا الدكتور جعجع بده ينجح انا ما بفوت على الجلسه. قالها هيك يعني. طيب اليوم شو دوركم كلجنه بتكركي؟ وقفت شغله، وقفت شغله ليه؟ استسلمتوا؟ مش نحن بندعي، ما اظن في امكانيه للاتفاق لان الاحزاب هي المختلفه، وصار في ترشح وصار في عدم ترشح والى اخره. يعني خلص ما عادش تقدر تعطي نتيجه للجنه.
ما في يعني ما في محاولة لإعادة جمع يعني الأقطاب الموارنة؟ مش على علمي، على الأقطاب الموارنة هذه هذه بكركي بدها تعملها، أو على الأقل إنه بركي أنتم كلجنة تقوموا باتصالات يعني في محاولة لي. اللجنة هي بكركي يعني رئيس اللجنة هو البطريرك الراعي. لا مين المطران مظلوم؟ مطران مظلوم يعني ما بيقدر يعملها إلا باتفاق مع سيدنا البطريرك والآخرين. لا عنده دور مهم بكركي، لكن مش انه تختار من هو الرئيس بكركي. ومرتين حاولت بس بتاريخها بكركي، بس انه بس باللي عم بيصير كمان بالاتصالات حتى بين انتار مستقبل العماد عون، انه اخر شيء انه رح يرجعوا اذا اتفقوا المسلمين يطلع رئيس الجمهوريه. يعني اذا نجحت هالاتصالات والمفاوضات بيكونوا اتفقوا، يعني لانه هي بدها تسهل حتى يمكن التواصل بين المستقبل وحزب الله، هي اللي راح تسهل وصول الكاتاليست لغايه هلا. لا مش اتفاق بين اثنين، الكاتاليست هو الجنرال عون، مش حزب الله والمستقبل عم يتفقوا مع بعض. لا جنرال عون عم يتفق، اذا اتفقوا على الجنرال عون يكونوا اتفقوا مع بعضهم على الجنرال عون عم يتفق معه وجيبوا رئيس الجمهوريه. ما يعني هيدي عادي، هيدي عم بقول لك باستثناء الفتره السوريه او الوصايا السوريه كان دائما يجيبوا المسلمين، بس يكون في اثنين موارنه وايه فيها. نعم هلا في الدكتور جعجع وفي جنرال عون وفي الرئيس الجمعيه، خلي المسلمين يتفقوا على واحد منهم. ماشي الحال. ما الموارنه والمسيحيه ما بقولوا لا اذا اتفقوا على واحد من هالثلاثة، ما بقولوا لا. المهم يوصل رئيس قوي، المهم يوصل رئيس مثل الرؤساء السابقين بيمثلوا قاعدتهم، بيمثلوا شعبهم، بيقدروا عندهم كلمة يحكوا فيها، تسمع هالكلمة اذا حكيوها. بس كمان يعني ما بعرف وين بتوصل هالمفاوضات، لانه طالما تيار المستقبل مش يعني مش قادر يطلع من حلفائه، كمان ما بيقدر يطعنهم بظهرهم يعني ولا يقدر يتخلى عن التحالف اللي عم نحكي عن الامريكان، وطالما في جزء كبير منهم رافض وصول عماد عون، يعني ما بعتقد انه العماد عون عنده فرصه. عم تحكي على الامريكان؟ كنا عم نحكي على الامريكان، بقول كات يور لوسز، كات يور لوسز. رئيس سعد الحريري بتعلم بامريكا، بتعلم بامريكا، عم بيمارس جورج تاون هالسياسي، قد يمارس السياسي، ما عندي معلومات. عم بحكي قد يمارس السياسي ايه، لانه الرئيس سعد الحريري بده يرجع على لبنان، بده يرجع رئيس حكومه. اذا بكون رئيس حكومه اذا ما كان متفق هو والجهه الثانيه بيصير في مثل ما صار في مرة الماضي. نعم. أولا تاخد وقت حتى تتألف الحكومة، ثاني شيء ما بتعرف متى بتسقط، لأنه مش بإيده بصير دي. إذا ما في وفاق، إذا ما في اتفاق مثل ما عم بيصير هلا، مثل ما كان عم بيصير لغاية نهار السبت الماضي مجلس الوزراء بين وزراء المستقبل ووزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله والرئيس بري، مثل ما كان صار بيناتهم، ما رح تزبط العملية معه. إذا بده يجي ما بيقدر يجي مرة تانية وتسقط وزارته، وما بيقدر يجي إلا ما يجي رئيس وزارة، وإذا ما إجا انتهى يعني بعد ست سنين. بس فلهيك الرئيس اللي بده يختار الرئيس بتغير الظروف بينتهي. يعني ما بعرف شو اللي بده يبدل قواعد اللعبه يعني حتى نظهر من هالستاتيكو يعني الحالي، شو في شيء لازم يحصل تيبدل قواعد اللعبه؟ صحيح شيء خارجي او شيء داخلي؟ ما بعرف، بعتقد انا شيء خارجي وللاسف بقولها. مثل شو مثل السعودية؟ كنا عم نحكي السعودية، السعودية انه شو بتغير ما في مركز يعني مركز القرار توافق على ميشيل عون يعني هيدا هي شو السعودية؟ او تقول لا مش هي، بده يجي الشيخ سعد الرئيس سعد الحريري هو يقول خلص هيدي وقفت وخلصت وكذا، اللي معه بقولها كمان. ايه بس صار واضح انه السعودية بعدها يعني هي اللي حطت فيتو. اذا بدك الموارنة هني اثروا، بيجوا هالثلاثة اثنين منهم بيتفقوا، مثلا نمشي بالاكبر سنا هلا متفق بنروح على بكركي بنلتقي وبنعلن اتفاقنا انه بنمشي بالجنرال عون لانه هو الاكبر سنا، بكون الموارنه طلعوا رئيسهم. بس اذا هالموارنه هول اتفقوا على واحد منه زعيم وما عنده حيثيه ومنه معروف بشيء، ما بكونوا جابوا رئيسهم. مش هن بكونوا جابوه،
بيكون في اتفاق عام عليه وما قالوا شيء فيه. بيقدروا كمان المواطنين الأقوياء ينتخبوا رئيس، هلا مش ضروري يكون عنده تمثيل، يعني ضروري يكون نايب يعني اللي بده يطلع تحت يقول انا بعتقد يعني من دون ما بحب رئيس جمهورية لازم يكون نايب، يعني ما بحب احكي، لا مش ضروري، يعني مثلا حضرتك اذا ترشحت لانتخابات رئيس جمهورية بشكي كثير، شو بينقصك؟ بشكي كثير، احنا معك بشكي كثير. لا مش ضروري يكون نايب ابدا، ورئيس جميل منه نايب، والدكتور جعجع منه نايب. قلنا اذا اتفقوا المسلمين على واحد منهم مش يعني الحال، اوكي واحد رئيس حزب بس في رؤساء احزاب وفي رؤساء كتل نيابيه وفي انه بس انه في كمان ناس يعني كمان يعني انه عندهم من الكفاءات اللي بتاهلهم لهي استلام هيك موقع. بسنة ال 64 اتفقوا على شغل حلو ومشوا في المعارض، معظم المعارضه والشهابيين، وشغل حلو ما كان عنده قاعده بس كان مقبول من الكل، واختير لبنانيا يعني نعم. في العمليه ومش الحال، بيقدروا يتفقوا على هيك شيء، بس هالامكانيه هي مش موجوده هلا بالوقت الحاضر، وشخص مثل شارل حلو مش موجود كمان. شارل حلو كان عتيق باللعبه، كان نايب، كان وزير، كان ناجح، كان مثقف، كان كل هالشيء هيدا. هل في شخص مثله متوفر حتى يتفقوا عليه أربعة؟ في ناس عندهم منو شك، في كثير ناس بس كل واحد من الأربعة عنده فيتو على واحد يعني عندهم قاعدة، يعني شو بقولوا مش ضروري شعبية ولكن من خلال الممارسة بتتأهلهم. الطريقة الوحيدة أنه يدخلوا أنه هالأربعة هو الكبار يتفقوا عليه، وهذه إمكانية مش موجودة. بدنا نروح نشوف بمصر هلأ شو عم بيعملوا. وين صارت الانتخابات باليوم الثاني؟ مش تحصيل حاصل ليش بمصر؟ معيها يعني مش مثل عنا نتيجتها معروفة كمان بأنه رح يطلع السيسي. معنا زميلي ليال حداد مباشرة على الخط بتخبرنا أجواء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في مصر. ليال؟ نعم دولي. صباح الخير. صباح النور. زيك؟ الحمد لله كويسة. شو بتخبرينا اليوم؟ شو كيف الاقبال؟ كيف الاجواء؟ ليك امبارح عند انتصاف النهار كانت المره الاولى والاخيره للجنه الانتخابيه الرسميه بتطلع ارقام بعدد الناخبين اللي كانوا لوقتها اللي هن 3 مليون، وهو كل العالم قالت انه رقم مضخم جدا. على ما يبدو انه نسبه الاقتراع كانت ضئيله جدا، وهذا الشيء اللي لاحظناه بكل اللجان اللي نحن برمنا عليها امبارح. ولهذا السبب الحكومة اليوم أعطت فرصة رسمية، رغم أنه اليوم هو نهار ثلاثة يعني نهار عمل عادي بكل الدوائر الحكومية، بكل المدارس، بكل الجامعات، كل الناس مسكرة اليوم لحس الناس على الانتخاب بسبب التدني الكبير لنسبة الاقتراع. وفي حال لم تكن نسبة الاقتراع كبيرة أكبر من ما كان وقت انتخاب محمد مرسي، الكثيرون يقولون أن الشعب لم يعطي شرعية لهيدا الانتخابات. هيدا من جهة. من جهة تانية حملة حمدين صباحي اليوم تدعو كل الناس، يعني في هاشتاج وفي حملات اليوم بتقول أنه الثلاث بتاع حمدين، يعني اليوم هو يوم انتخاب حمدين صباحي، تدعو كل الشباب إلى نزول الى مصر والى اللجان الانتخابيه لا انتخاب حمدين صباحي، بعد ما لوحظ امبارح انه النسبه الاكبر من المقترعين هي لكبار السن، يعني اغلب الشباب مقاطعين او لم يذهبوا الى مراكز الاقتراع. اذا حتى ساعه بعد جوله صباحيه امنع فيها على اللجان من الساعه 9 على اللجان الانتخابيه والمدارس والمراكز نسبه الاقتراع ضئيله جدا، يعني اكيد بعض المراكز ما فيها حدا حتى الساعه ولا صوت كان بعد فات انتخب فيها. فنشوف كيف رح يعني حنشوف رح تتطور الامور خلال النهار. ونوفيكم بكل جديد. شكرا شكرا لك ليال. هذا خبر إلها مشاليل، يعني هذا مفاجأة حتى، لأنه يبدو من الأخبار أنه العسكر أولا الإخوان المسلمين ضدهم، ثانيا الشباب اللي بلشوا الثورة ضدهم، لأن قسم منهم بالحبس، لأنه عملوا ثورة تحت يحكم العسكر فيها. وعم بيصير في اشياء مثلا امبارح عم بقرا بالسفير انه هويدي فهمي هويدي ممنوع انه يترك القاهره، ممنوع يترك مصر، كان مسافر وقفوه على المطار. يعني في اشياء عم بتصير غير مقبوله مصريا، يعني حتى بايام عبد الناصر ما كانت تصير الاشياء، وبايام السادات كان فيها الانفتاح شوي، يعني لا الرجوع للوراء صعب. وانا بعتقد بكونوا عم بغلطوا العسكر اذا بخمنوا حالهم بدهم يرجعوا يحكموا هن ديكتاتوريا بالطريقه اللي هن بفكروا فيها. مؤشر كبير يعني هالموضوع انه نسبه الاقتراع يعني وضالتها مؤشر كثير كبير، يعني هذا الموضوع ما بعرف اذا قديش كمان مثل ما قال ليال، يعني انه النتيجه اذا ما كانت فعلا نسبه الاقتراع كبيره تعطي
شرعية يعني وممكن تعمل تؤدي إلى ثورة تانية يعني ترفض النتيجة اللي حصلت. إذا الموضوع المصري مفتوح فينا مفتوح نقول ما في شيء مغلق بالعالم العربي والحمد لله. حتى انتخابات الرئاسية في لبنان مش مغلقة الشيء المغلق انتخابات الرئاسية بسوريا مغلقة، هذه معروف النتيجة يعني ايه كمان بتأثر برأيك كمان النتيجة على لبنان؟ لا. يقال هيك البعض بيقول انه لا يمكن ان يأتي رئيس لا يتكلم مع بشار الأسد. عنا؟ انا بعتقد اذا بتحل مشكلة اللاجئين قبل ما تصير قضية مثل القضية الفلسطينية عنا بدك تحكي مع النظام السوري، اي نظام سوري بدك تحكي معه. اوكي لاجئين هذا في اوكي في بس انه لا في شيء ثاني في شيء اكبر يعني عم نحكي عن انه سياسيا لن ياتي رئيس لا يتكلم مع الرئيس الاسد يعني اللي اكبر يعني اكبر خلينا نقول سبب لرفض التمديد مثلا للرئيس سليمان هو تدهور علاقته مع النظام ومع الرئيس الاسد. انا بعتقد تدهور علاقته مع حزب الله وعدم وجود علاقة له مع جنرال عون منذ 6 سنوات، هيدا أهم شيء ضد التمديد. وهي كنا نحكي السبب الأساسي كمان حزب الله يعني حزب الله طبعا لأنه أول 3 سنين محبة لحزب الله، تاني 3 سنين نزل بحزب الله ما رح يمشوا فيه لا يعني في قضايا داخلية هي أهم قبل ما توصل لسوريا قبل ما توصل لإيران والسعودية ولأمريكا، في قضايا داخلية ما بيقدروا هالخارج يجبر واحد ما بده شيء يعمله بالداخل، بيقدر يساعد بيقدر يساير بيقدر كذا يعني. لا ما كنا نحكيها مع عدة ناس موجودين بالأسر انه يا عمي يروق انه قد نصل الى وقت ما في انتخابات والتمديد بصير معقول بس الرواق ما كان في ترويقه ابدا هو لانه شيء. كمان كان اخذ خياره كمان بعدم تمالق بده يعني في اليوم هيك حمله انه كان المشروع التمديد وكانه جريمه يعني ترتكب اذا كان في تمديد وقتها وقفوا على التمديد لرئيس ايميل لاحوت كان مقبول التمديد لا كمان مش ما وافقوا كان قرار التمديد للرئيس هراوي والتمديد للرئيس لاحوت كان قرار سوري اليوم ما في قرار وما لازم يكون في قرار. نحن لهون بتنتهي حلقتنا سعد سفير، انا بدي اشكرك لحضورك اليوم معنا، اهلا وسهلا فيك.